This video is brought to you by the Muslim owned business DabashDeals.com. DabashDeals gathers the best deals available on the internet in one place for your convenience. DabashDeals knows how frustrating it is to purchase an item only to find it cheaper somewhere else. For this very reason, they have a dedicated team that works to find the best deals for you daily. DabashDeals is the perfect online shopping experience for Muslims as it actively ensures that no haram images, deals, or coupons are posted anywhere on their website. DabashDeals, unlike other competitors, will not spam you with email after email. Instead, they gather the best possible deals of the entire week in a single email and send them to you only once per week. Do yourself and your wallet a huge favor by subscribing to their email list today. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Sayyidina wa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana marhuma wa tafarruqana min ba'dihi ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. نلتقي وإياكم في رحاب هذا المسجد المبارك في عاصمة الشيشان ورزني أدام الله تعالى عليها الأمن والأمان وعلى سائر بلاد المسلمين. نلتقي وإياكم في هذا اللقاء لنتدارس موضوعا ربما يعده البعض شائكا ومشكلا، أي أنه محل إشكال بين بعض الأفهام والأنظار في تاريخنا، إلا أننا في الحقيقة نستشعر في هذا المجلس عظمة الله تبارك وتعالى، ونستشعر ونستحضر أننا نتكلم في ذاته العلية بما أوحى به في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ناظرين فيما أفادته الآيات والأحاديث، وذلك مما أمر الله جل وعلا به تدبرا وامتثالا للحق جل جلاله وتبارك في علاه. هذا التدبر ينبع من نظر دقيق محقق في نصوص الوحي وجمع بعضها إلى بعض ورد بعضها إلى بعض، كما قال الله جل جلاله: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فنحن عندما نتكلم في هذا الموضوع نستحضر هذه العظمة، نستحضر هذا الجلال، نستحضر هذا الكبرياء من الله تبارك وتعالى بما تكلم به السلف الصالح والعلماء من بعدهم على مر القرون والعصور، وذلك هو المنهج الذي سار عليه جمهور الأمة، مذهب أهل السنة والجماعة من أتباع أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي وأهل الحديث الذين ساروا على قدم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من غير أن يلطخوا مذهبه بشيء يشينه، كما قال الإمام ابن الجوزي الحنبلي في كتابه دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه. موضوع لقائنا هو عن تعامل السلف والخلف مع نصوص الصفات، كيف تعامل السلف والخلف مع نصوص الصفات. وهنا قبل أن ندخل إلى موضوعنا لا بد أن نتحدث بمدخل يسير إن شاء الله، وهو: هل نصوص الصفات من المحكم أم من المتشابه؟ هذا مدخل لا بد منه. والحقيقة أن المتتبع لكلام المفسرين
وكلام الأصوليين وكلام سائر الأئمة يجد أن جمهورهم الأكثر على أن نصوص الصفات من المتشابه، منها قواعد محكمة لا تشابه فيها، وهي قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: هل تعلم له سميا، لا سمي له جل جلاله وتبارك في علاه. وهذه النصوص تفيد الفرقان الواضح بين الخالق والمخلوق، بين الصانع والمصنوع، بين المحدث والحوادث. فلا يمكن أن يتصف الباري جل جلاله بصفات مخلوقاته، إذ لو اتصف بها من سائر الوجوه لكان مخلوقا محدثا، ولو اتصف بها من وجه من الوجوه لكان محدثا مخلوقا من ذلك الوجه. فانتفى أن يكون جل جلاله وتعالى في علاه متصفا بشيء من صفات الخلق، وإنما يحدث التشابه في الأسماء لا في المسميات، كما يقال: الله جل وعلا عليم والعبد عليم، والله تعالى مريد والعبد مريد، وهكذا. هذا تشابه في المسميات لا في المضامين والأسماء. ومن ثم فقد سلك العلماء رحمهم الله تعالى، سلك العلماء في ذلك مسلكين، سلك علماء أهل السنة في ذلك مسلكين. المسلك الأول هو إجراء نصوص الصفات دون الخوض فيها ودون إعمال التأويل والتناول بدخول في تدقيقاتها وتفاصيلها، وإنما أمروها كما جاءت وأمسكوا عن الكلام فيها، وهذا ما يسمى بين قوسين بمذهب مذهب التفويض. ما هو مذهب التفويض؟ سنأتي إليه. المسلك الثاني التأويل. نظروا في نصوص الصفات فوجدوا أن لبعض هذه الكلمات عدة معان، منها ما هو لائق بالمولى جل جلاله وتبارك في علاه، ومنها ما ليس لائقا به، فصرفوا تلك الكلمات من المعاني غير اللائقة إلى المعاني اللائقة في حدود اللغة ومدلولات الألفاظ التي جاءت في لسان العرب. واضح؟ هذا المسلك مسلك صحيح رشيد قويم، كما أن المسلك الأول مسلك أدب مع الله جل جلاله، كذلك لا يعاب. والمسلكان ينبعان من مشكات واحدة، إذ لا تعارض بينهما، فليس في الحقيقة مذهبين، بل هما طريقتان لمذهب واحد، هما طريقتان للتنزيه. البعض من الناس تصور أن المقصود بالتفويض أن هذه الآيات التي وردت، الإضافات التي جاءت مضافة إلى الله تبارك وتعالى كقوله جل جلاله وتبارك في علاه: بل يداه مبسوطتان، وكقوله: لما خلقت بيدي، وقوله: ثم استوى على العرش، ونحو هذه الآيات المباركات، ظنوا أننا حين نقول بالتفويض أننا نقول بأن هذه الكلمات القرآنية لا يدرك لها معنى البتة، أو أنه ليس لها معنى، وهذا الكلام ليس صحيحا قطعا، وهو تصور فاسد لمعنى أو لمذهب التفويض. ثم بعد ذلك هذا الذي تصور التفويض على غير وجهه شن عليه هجوما شرسا بناء على تصوره غير الصحيح لمذهب التفويض. واضح هذا؟ هذا مهم، تصوره وفهم هذا التسلسل مهم.
فلو أدرك التفويض على وجهه كما قرره العلماء لو أدركه على وجهه لما وسعه أن يقول ما قال لما وسعه أن يقول ما قال لأن قوله مبني على تصور غير صحيح. ما هو التفويض؟ سأتلو عليكم بعضا من ذلك من كتاب العبد الفقير من كتاب القول التمام. طيب، حقيقة التفويض ما هي؟ حقيقة التفويض إثبات ما ورد به الشرع. واحد، إثبات ما ورد به الشرع، بمعنى أن الشرع جاء بإثبات الاستواء للمولى، نقول بأن الله جل وعلا استوى على العرش. قال بأن بل يداه مبسوطتان، نقول بل يداه مبسوطتان. قال لما خلقت بيدي، نقول آمنا وسلمنا بقول المولى جل جلاله لما خلقت بيدي، فهو إثبات لما أثبته الله جل جلاله. ثانيا، رد العلم بمعاني الصفات الموهمة للتشبيه إلى الله تعالى، أي رد العلم بتعيين المعنى المراد، رد العلم بتعيين أي بتحديد المعنى المراد في هذه الآية، أي من المعاني التي وردت بها اللغة. فمثلا لفظ الرحمة لم يرد في اللغة بمعنى الغضب، إذ الغضب الرحمة عكس الانتقام، لم يرد في لغة العرب أن من معاني الرحمة الانتقام، إذن هذا المعنى لا يمكن أن يكون محتملا، أي أن المفوض عندما يقول أنا أكل علمها إلى الله تعالى لا يجعل من ضمن ما يتخيله أن يكون معنى الرحمة الانتقام ولا معنى الرضا الغضب. هذا المعنى مستحيل وليس واردا ولم يقرره العلماء البتة. فمن يقول مثلا يلزم على القول بالتفويض أن تكون الألفاظ عندكم غير مدركة ولا متصورة، ومن ثم فأنتم بادعائكم التفويض تجوزون أن يكون معنى الرحمة بمعنى الانتقام ومعنى الغضب بمعنى الرضا والعكس، هذا كلام فاسد. أئمتنا لم يقرروا ذلك، هذا ليس مذهب التفويض، هذا مذهب التفويض الذي أنت تدعيه الذي أنت تتصوره. أما مذهب التفويض الذي عليه الأئمة الإسلام الإمام الجويني والغزالي ومن قبلهم الإمام الأشعري ومن بعدهم النووي وابن حجر وابن عساكر والخطيب البغدادي والقرطبي المفسر والقرطبي المحدث وغيرهم والعراقي والسخاوي والسيوطي، أئمة الإسلام الذين نقرأ كتبهم وندرس علومهم، ليس هذا التفويض عندهم. إذن هناك مشكلة في تصور التفويض عند الطرف الآخر. فرد العلم بمعاني نصوص الصفات أي رد العلم إلى الله بتعيين المعنى اللائق من المعاني التي يحتملها اللفظ ثالثا، قلنا الأول إثبات ما ورد، اثنين رد العلم بالمعاني اللائقة، رد العلم بتعيين المعنى اللائق إلى الله جل جلاله، ثالثا إن كان من ضمن معاني هذه الألفاظ لفظا غير لائق فينفى لا يفوض. لا أقول يحتمل أن يكون معنى اليد بالمعنى المعهود الذي هو الجارحة، هذا لا يمكن. أن يحتمل أن يكون معنى العين أي الحدقة هذه التي تعهد في اللغة، هذا لا يمكن، هذا المعنى منفي. طيب، هذا من قرر هذا الكلام الذي أقوله أنا؟ قرره جميع العلماء الذين تناولوا هذه القضية من شراح الحديث ومن المفسرين ومن الأصوليين. أتلو عليكم نصا من نصوص العلماء في ذلك. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عندما جاء ليتكلم عن هذه القضية بأن للسلف مسلكان في ذلك، قال رحمه الله تعالى: اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين. تأملوا معي كلامه كلمة كلمة.
اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين، أحدهما وهو مذهب معظم السلف، لم يقل جميع السلف، قال مذهب معظم السلف أو كلهم، أنه لا يتكلم في معناها، لا يقال لا يتكلم في كيفيتها لأنه لا كيفية لها، لا يتكلم في معناها، بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته. نؤمن بها، نعتقد أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته، مع اعتقادنا الجازم، مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسيم والانتقال والتحيز في جهة، وعن سائر صفات المخلوق. وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين، واختاره جماعة من محققيهم، وهو أسلم، أي القول بالتفويض أسلم. وهذا كما قال مذهب معظم السلف، مذهب معظم السلف. فهذا التعريف من الإمام النووي رحمه الله تعالى يبين لنا أن معظم السلف على التفويض، أن معظم السلف على التفويض. وأما المذهب الثاني فهو أنه يتكلم فيها، أي يتكلم في معناها بحسب ما يقتضيه سياق العربية في كل موضع منها. ثم قال وهذا مذهب جماعة من السلف، وهذا مذهب جماعة من السلف، وهو مذهب أكثر المتكلمين. والعلماء يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم. وقد رأيت بعضا من المتأخرين يعيب هذه العبارة وينكرها أشد الإنكار، ويقول انظروا إلى تعظيم هؤلاء لكلام السلف، يقول أي عن الأشاعرة، انظروا إلى مقام كلام السلف عندهم، يعتبرون أن كلام الخلف أعلم من كلام السلف. وهذا والله شيء غريب عجيب، هذا شيء غريب عجيب، لأن العبارة لا يراد بها هذا البتة، قطعا لا يراد بها ذلك، بل نص ابن تيمية على أن هذه العبارة لها معنى صحيح، أن هذه العبارة لها معنى صحيح. ما المقصود بها يا إخوة، يا إخوتاه؟ القبول بالشيء أو الرفض له إنما يكون بعد تصوره، بعد أن يدركه الإنسان إدراكا تاما، يعرف حقيقته، بعدها تأتي مرحلة أن يقبله أو ماذا؟ ما للإخوة لا يتكلمون معنا بشيء، أو ينفيه أو يرفضه. لا يمكن للإنسان أن يقبل أو يرفض قبل أن يتصور، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. طيب، ما المقصود بأسلم وأعلم؟ يقال مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم، وفي بعض الأقوال العلماء أعلم وأحكم. ما معنى ذلك؟ نحن قبل قليل قلنا بأن الأولى للإنسان أن يمسك عن تعيين المعنى المراد، بما أنه ليس هذا من مجال العمليات، يعني من مجال التكليف، وإنما هو من مجالات الاعتقاد. في التكليف لا بد أن تعلم التفاصيل حتى تقوم تؤدي الصلاة، وأنت تعرف ماذا تفعل، ما هي الأعمال التي ستقوم بها. في الاعتقاد يكفي الإنسان أن يسلم ويؤمن، كما قال ابن قدامة في كتابه ذم التأويل، وكما قال في كتابه أو رسالته تحريم علم الكلام وغيرها من كتبه. يكفي الإنسان أن يؤمن وأن يعتقد ما يليق بجلال الله عز وجل. فكان السلف يمسكون عن الخوض في ذلك لأنهم ليسوا متعبدين به عملا، يكفي الإيمان به وقد حصل. فمذهبهم أسلم من أي ناحية؟ من ناحية أنهم لم يعينوا معنى من المعاني اللائقة
وقد يكون المراد غيره، فيعين مثلا معنى اليد بمعنى القدرة، والقدرة هل تليق بالله أن يوصف، يليق بالله أن يوصف بالقدرة؟ ها ها، لا يليق أن نصف الله بالقدرة. القدرة صفة من صفات الرب جل جلاله. طيب، إذن القدرة، صفة القدرة صفة لائقة باتفاق العقلاء. طيب، هل يمكن أن تفسر لفظ اليد بمعنى النعمة؟ هل هو من معانيها في اللغة؟ لفلان علي يد، أي لفلان علي نعمة. طيب، النعمة أن الله تعالى منعم، هل هذه صفة جلال وكمال؟ نعم قطعا. إذن لو حملها على معنى القدرة فهو معنى صحيح، لغوي صحيح ولائق، أيضا لائق. ولو حملها بمعنى النعمة فهو معنى لغوي صحيح ولائق، لكنه ما أدراه قطعا أن المراد بها في هذا النص النعمة أو القدرة. هذا تفسير بغلبة الظن. هل هو محرم؟ لا، لكن بما أننا لسنا ملزمين بذلك، ليس عملا تعبديا نحتاج فيه إلى الدخول في التفاصيل، قال السلف نمسك، فهو أسلم من حيث أنه ليس فيه مخاطرة بتعيين معنى لائق، ويكون المراد هو المعنى اللائق الآخر. واضح يا إخوة؟ طيب، هذا هو أسلم من هذه الناحية. مذهب الخلف أعلم. لماذا قال العلماء ذلك؟ قالوا لأنه عندما دخل في دين الله تبارك وتعالى أفواج الناس بألسنتهم المختلفة غير العربية، فربما يلتبس عليهم أمر، وربما دخل بعض المشككين في الإسلام أو الملحدين في صفات الرب جل جلاله، فيحمل تلك النصوص على معاني غير لائقة. فإذا ظللنا مستمسكين بمذهب السلف وهو ألا نتكلم، ربما يتخذ ذلك المبطلون مدخلا لهم لتشكيك المسلمين وغرس عقائد فاسدة في ذلك. فقالوا لا بد من التوضيح والتفصيل الذي سكت عنه السلف لن نسكت عنه. لماذا؟ قالوا لأنه ظهر مرض جديد يحتاج إلى علاج. ظهر مرض يحتاج إلى علاج، ما كان المرض موجودا في عصر الصحابة، كان عندهم من التسليم والإيقان والاستسلام والانقياد والرضا وفسحة الصدر وسلامة الاعتقاد ما يكفيهم عن الخوض في هذا كله. لكن لما ظهر هؤلاء احتجنا إلى أن نتكلم عن تلك النصوص. وهذه القضية ليست فقط في هذه في باب الصفات، في باب القدر ما كان الصحابة يخوضون في ذلك. لما ظهرت القدرية بدأت الردود فيما يتعلق بحب الصحابة وحب آل البيت، ما كان الناس يخوضون في ذلك. لما ظهرت الناصبة والرافضة تكلم أهل السنة في ذلك وقالوا لا، لا النصب صحيح ولا الرفض صحيح، هذا باطل وهذا باطل والحق كذا وكذا. فإذا العلاج إنما يستخدم عند وجود المرض، العلاج إنما يستخدم عند وجود المرض. فخاض العلماء في ذلك، أوجدوا لنا حججا في كل موضع من المواضع، أوجدوا لنا حجج نستطيع من خلالها أن ندفع شبهات الملحدين والمشككين، فأعطونا علم، أعطونا علم. ولهذا نقول مذهب السلف الخلف أعلم. ما معنى أعلم؟ أي أنهم تكلموا في تلك النصوص التي أمسك عنها السلف وأتونا بحجج ندفع بها كلام المبطلين. لو تكلم السلف، لو ظهر المرض في زمنهم، لتكلموا بكلام أفضل من كلام الخلف، وأوجدوا علاجا أنجع وأقوى. ولكن هذا هو الذي حصل. أنتقل معكم إلى في أمر التأويل، وهو أمر مهم، لأننا عندما نرجع إلى كلام أهل العلم في ذلك نجد أنهم تكلموا في ذلك كلاما يشفي الصدور ويذهب الشبهات، فينبغي للإنسان أن يتأمله.
أولا فيما يتعلق بالتأويل، ما هو التأويل؟ ما هو التأويل؟ التأويل يأتي بمعان، من بينها، وأنا أقرأ الآن من كتاب البدعة الإضافية، البدعة الإضافية صفحة 329. فيما يتعلق بالتأويل جاء بمعنى، كلمة التأويل بمعنى الجمع، بمعنى الجمع. يقال أول الله عليك أمرك، أي جمعه عليك، ولا يتفرق أمرك ولا يتشتت حالك. المعنى الثاني الرد، يقال في الدعاء لمن ضل عليه شيء أول الله عليك، أي رد الله عليك ضالتك. المعنى الثالث الطلب والتحري، تأولت في فلان الأجر، أي تحريته وطلبته. المعنى الرابع التفسير للكلام الذي تختلف معانيه، ولهذا الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره ماذا يقول؟ تأويل قوله كذا، تأويل قوله كذا، تأويل، معناها تفسيره. المعنى السادس، المعنى الخامس التدبر. المعنى السادس المرجع والمصير، آل الأمر إلى كذا، أي رجع إلى كذا. المعنى السابع نبت تعتلفه البهائم، معنى كلمة تأويل معناها نبت. طيب، في الاصطلاح يقول الآمدي رحمه الله تعالى: وأما التأويل، التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، قد يكون تأويلا صحيحا وقد يكون تأويلا فاسدا، لكن ما هو تعريف التأويل الصحيح؟ قال الإمام الآمدي: وأما التأويل المقبول الصحيح فهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده، فهذا هو التأويل الصحيح المقبول. وهنا أحب أن أنبه إلى عبارة يقولها كثير من الناس، يقولون: أنتم بكلامكم هذا تقولون بأن الله تعالى أخبرنا في كتابه الذي هو بيان وهداية ونور، أخبرنا بألفاظ بكلمات ظاهرها غير مراد، ألا يلزم على قولكم هذا أن يكون الله تعالى قد أخبرنا بما هو مخالف للبيان والهداية والإيضاح ويوقعنا في الخطأ؟ نقول: ذلك غير لازم، هذا القول منكم غير لازم. ما الدليل عليه؟ نحن لا نقول فقط غير لازم ونسكت، نقول لكم دليلنا على عدم صحة قولكم هو أن الله تعالى نصب من القرائن اللفظية والعقلية على تلك النصوص ما يدل على أن ظاهرها غير مراد، ومن ثم فكما يقول الإمام الرازي وغيره من الأئمة: من وقع في تفسيرها بالمعنى الظاهر غير اللائق فإنما وقع بسبب تقصيره وفساد نيته أو فساد عقله، ولو رجع إلى الراسخين في العلم لا أوضحوا له ذلك وأبانوه. هذه المسألة ينبغي أن تكون واضحة. هل هناك نصوص يفهم منها غير الظاهر؟ نعم، بدليل القرآن. القرآن يقول: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وإلا ما هو المعنى الظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ لو سألنا أي إنسان ليس عنده بصيرة ولا معرفة بمذهب أهل الحق وجمع الأدلة ماذا سيقول؟ سيقول أن المسلم إذا قاتل مسلما كفر. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: وقتاله كفر. إذن ظاهر هذا الحديث مراد أم ليس بمراد؟ هيا مشايخ العلم،
ظاهر الحديث مراد أم ليس مرادا؟ ليس مرادا. من الذي فهمه على ظاهره هكذا؟ الخوارج. الذي فهمه على ظاهره الخوارج. ماذا فهم العلماء من هذا الحديث؟ ارجع إلى فتح الباري شرح صحيح البخاري. الحديث أولا متفق عليه، رواه أهل الكتب الستة، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ماذا قال الشراح الحديث؟ ماذا قال الإمام النووي في كتابه المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؟ ماذا قال الإمام ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري؟ ماذا قال ابن بطال في شرح البخاري؟ ماذا قال القرطبي في شرح مسلم إلى آخر؟ ماذا قالوا؟ قالوا هذا الحديث ليس على ظاهره، ليس على ظاهره. طيب ما المراد منه؟ قالوا يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، بس المهم أن تفهم أيها المتعبد، أيها المكلف، أن تفهم أن هذا ليس على ظاهره. هناك عدة تأويلات، ذكر الإمام النووي رحمه الله 6 تأويلات منها، لكن المهم يا أيها المكلف اعلم أن حبيبك ونبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما أخبرك بذلك لم يرد منك أن تعتقد أن مجرد خروج مصليين من هنا إلى باب المسجد فأمسك كل منهما برقبة الآخر وتخاصما أنهما قد خرجا من الإسلام، هذا فهم باطل. لو فهم شخص هذا الفهم هل نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوقعه في هذا الفهم الفاسد؟ أعوذ بالله. وقع بسبب جهله، بسبب فساد عقله، أنه لم يجمع النصوص. ولو جمع النصوص لعلم أن الله تعالى أخبرنا في كتابه العظيم الجليل أنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولعلم أن المؤمن لا يخرجه من الإسلام ذنب ما لم يستحل تلك المعصية، أي يعتقد أنها حلال، القرآن يصرح بحرمتها وهو يقول القرآن غير صحيح هي حلال، القرآن يقول الخمر حرام هو يقول لا الخمر حلال، هذا مستحل لما حرم الله جل وعلا في كتابه، هذا يكفر. ولهذا قال العلماء ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ قال النووي يمكن أن يكون معناها وقتاله تشبه بعمل أهل الكفر الذين كانوا لا يردعهم إيمان عن هذه التصرفات الشائنة. قال ويحتمل أن يكون معناه إن استحل قتله ودمه بغير مبرر، ويحتمل أن يكون المقصود بها الزجر والتهديد إلى آخره. أين تقرأون هذا؟ في كل كتب العلماء، في كل كتب العلماء. لو جاء شخص وقال قرأ وسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا كان في صلاته فلا يتنخم قبالة وجهه، النخامة لا يتنخم قبالته، فإنه إذا نصب وجهه إلى القبلة فإن الله تعالى ينصب وجهه إليه بينه وبين قبلته. وردت بذلك روايات كثيرة بألفاظ مختلفة وأحاديث صحيحة. ماذا يفهم منها؟ يفهم منها أن الله تعالى حال في مخلوقاته والعياذ بالله. لو أخذ بظاهره، لو أخذ آخذ بظاهره نعم يفهم ذلك، لكن هذا الظاهر غير مراد، هذا الظاهر غير مراد. ندخل إلى بعض ما ورد عن السلف في ذلك، ندخل إلى بعض ما ورد عن السلف في ذلك. أولا ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه فسر الساق في قول الحق جل جلاله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال عن كرب وشدة. هذا ابن عباس ترجمان القرآن. بعض الناس يقول أنتم هذه الآية أصلا نحن لا نقول بأنها من آيات الصفات، أنك أنت تقول أو لا تقول هذا لا يعنيني، لكنني أقول لك بأن لفظ الساق حقيقة يطلق على العظمة التي بين القدم والفخذ،
هذه العظمة التي ما بين القدم والفخذ يقال لها ساق. هذا ما يفهمه أي عربي. هذا المعنى الذي يليق بالبشر، صحيح، هذا المعنى الذي يليق بالبشر. الذي يليق برب البشر لا نعلمه، لا نعلم معنى حقيقي في اللغة العربية، معنى حقيقي، لا معنى شرعي ولا معنى لغوي، أن معنى الساق كيت وكيت وكيت، وهذا المعنى الذي هو كيت وكيت وكيت هو يليق بجلال الله، ما هو؟ هذا غير موجود. هل هناك معاني لائقة، معاني مجازية لائقة لهذه الكلمة، كلمة ساق في هذا الموضع وفي حديث يكشف ربنا عن ساقه الذي في صحيح مسلم، هل لها معنى عربي صحيح؟ نعم لها معنى عربي صحيح. من ذكره؟ ذكره ابن عباس ابن عم رسول الله ترجمان القرآن، حديث صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه طائفة من أئمة الحديث. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه يكشف رب في حديث في تفسير الآية، يقول أنه سئل عن قوله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق، قال إذا خفي عليكم شيء من القرآن فاتبعوه في الشعر، ابحثوا عنه في شعر العرب، لأن القرآن نزل بلغة العرب، فإنه ديوان العرب أي شعر. أما سمعتم قول الشاعر أصبر عناق إنه شر باق، قد سن قومك ضرب الأعناق وقامت الحرب بنا عن ساق. قال ابن عباس هذا يوم كرب وشدة، يوم كرب وشدة. يقول الإمام الخطابي رحمه الله وهو من كبار الأئمة، يقول تهيب كثير من الشيوخ الخوض في معنى الساق ومعنى قول ابن عباس أن الله يكشف عن قدرته التي تظهر بها الشدة. على هذا التفسير الذي قاله ابن عباس عامة المفسرين، ذكر ذلك الطبري والبغوي والقرطبي وأبو محمد مكي بن أبي طالب القرطبي وابن عطية والماوردي وأبو حيان الأندلسي وابن الجوزي والنسفي وابن كثير والرازي والفيروز أبادي وابن عادل الحنبلي والثعلبي والسيوطي والشوكاني وغيرهم من العلماء. تأويل آخر، هذا التأويل الذي تأويل الساق، تأويل سلفي أم تأويل خلفي؟ ابن عباس من السلف أم من الخلف؟ سيد السلف، من سادات السلف. تأويل سلفي، ماذا نقول فيه؟ الإتيان في قوله تعالى أو يأتي ربك، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، سورة الأنعام. وقد أولها أول الإتيان بإتيان الأمر وليس إتيان الذات، أولها بذلك الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس سلفي أم لا، والحسن والضحاك، وقال الزجاج وهو إمام اللغة في عصره أو يأتي إهلاكه وانتقامه إما بعذاب عاجل أو بالقيامة. قال الإمام القرطبي أو يأتي ربك، قال ابن عباس والضحاك أمر ربك، أو يأتي ربك أمر ربك، أمر ربك فيهم بالقتل أو غيره، وقد يذكر المضاف إليه والمراد به المضاف كقوله تعالى واسأل القرية يعني أهل القرية، وقوله وأشربوا في قلوبهم العجل أي حب العجل، كذلك هنا يأتي أمر ربك أي عقوبة ربك وعذاب ربك. ومن ذلك تأويل الحسن للمجيء في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا في سورة الفجر بمجيء الأمر والقضاء. قال الإمام البغوي وجاء ربك، قال الحسن جاء أمره وقضاؤه. الحسن البصري من أئمة السلف أم من أئمة الخلف؟ ومن ذلك تأويل الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة وصاحب المذهب المعروف المذهب الحنبلي في قوله تعالى وجاء ربك، أوله بمجيء القدرة، بمجيء القدرة. اسمعوا إلى تأويل الإمام أحمد، فقد روى الإمام البيهقي بسنده إلى حنبل أنه قال سمعت عمي
أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: احتجوا علي، يعني المعتزلة، احتجوا علي يومئذ يوم نوضر في دار أمير المؤمنين فقالوا: تجيء سورة البقرة يوم القيامة وتجيء سورة تبارك. فقلت لهم: إنما هو الثواب، إنما هو الثواب. قال تعالى، يحتج عليهم، قال تعالى: وجاء ربك، إنما تأتي قدرته، إنما تأتي قدرته، وإنما القرآن أمثال ومواعظ. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه، هذا إسناد صحيح لا غبار عليه. المرجع: كتاب البداية والنهاية للإمام الحافظ ابن كثير، المجلد 14 صفحة 86 بعد 103. تأويل ابن عباس للكرسي، ولن أخوض في ذلك كثيرا. أنتقل إلى تأويل الإمام البخاري. تأويل الإمام البخاري من أئمة السلف. طيب، يقول: قال: ومن ذلك تأويل الإمام البخاري الضحك في الحديث، فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال له: ادخل الجنة. أولها بأنها الرحمة، فقد قال: معنى الضحك الرحمة، معنى الضحك الرحمة. هذا قاله الإمام البخاري. المرجع: كتاب الأسماء والصفات للإمام البيهقي، كتاب الأسماء والصفات للإمام البيهقي في المجلد 2 صفحة 72. يقول الإمام ابن عبد البر في شرح حديث: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد، فدخلا الجنة القاتل والمقتول. يقول الإمام ابن عبد البر، الإمام ابن عبد البر صاحب كتاب التمهيد لما على الموطأ من الأسانيد، شرح موطأ الإمام مالك، وصاحب كتاب الاستذكار، العالم الإمام الحافظ المحدث الفقيه المعروف، يقول: قال: وأما قوله يضحك الله إليه، أي يتلقاه الله عز وجل بالرحمة والرضوان والعفو والغفران، أي يتلقاه الله عز وجل بالرحمة والرضوان والعفو والغفران. ثم يقول موضحا ومجليا ومبينا، ثم يقول: ولفظ الضحك هاهنا مجاز. لماذا يا ابن عبد البر تقول بأنه مجاز؟ لماذا لا تحمله على حقيقته؟ أرجو منك يا إمامنا أن تجيب. يجيب قائلا: لأن تعليل العلة. يقول: لأن الضحك لا يكون من الله عز وجل على ما هو من البشر، لأنه ليس كمثله شيء ولا تشبهه الأشياء. إذن فسر الضحك بالغفران. لماذا؟ قال: لأن صفات الله تعالى لا تفسر بما تفسر به هذه الكلمات في حقنا نحن. يقول الإمام ابن جرير الطبري في تأويل قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله وهو، الآية بدايته وهو القاهر، يقول: وهو نفسه، يعني أراد الله تعالى نفسه، يتحدث عن نفسه. يقول الإمام ابن جرير الطبري، يقول: والله الظاهر فوق عباده، ويعني بقوله القاهر المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم. وإنما قال فوق عباده لأنه وصف نفسه تعالى ذكره بقهره إياهم، ومن صفة كل قاهر شيئا أن يكون مستعليا عليه. فمعنى الكلام إذن، هو يقول هذا كلامه، فمعنى الكلام إذن: والله الغالب عباده. هذا معنى الآية، بعد ما ذكر تحليل الألفاظ أتى بالمعنى الكلي للآية. يقول: فمعنى الكلام إذن: والله الغالب عباده،
المذلل لهم العالي عليهم. ماذا تقصد بالعلو؟ قال العالي عليهم بتذليله لهم، بتذليله لهم وخلقه إياهم. هكذا ينبغي أن تحلل الألفاظ حتى نفهم. لا يأخذ الإنسان كلمة عالي عليهم ويأخذها بالمعنى العلو الحسي، العلو الذي هو علو يعني جهوي. ينبغي أن تحلل الألفاظ، أن نعرف ماذا يقول أئمة الإسلام. ثم يقول فهو فوقهم. ها، ماذا تقصد بفوقهم؟ هذا كلامه، يقول فهو فوقهم بقهره إياهم، العالي عليهم بتذليله لهم وخلقه لهم. ما اكتفى بهذا، زاد الأمر تصريحا، فهو فوقهم بقهره إياهم وهم دونه وهو الحكيم. يقول والله الحكيم في علوه على عباده. ماذا تقصد؟ قال في علوه على عباده وقهره إياهم بقدرته وفي سائر تدبيره. ربما 4 مرات يكرر من أجل أن يوضح المعنى ويوصل الحق، حتى لا يذهب الذهن مذهبا بعيدا إلى التجسيم والتشبيه. يقول الإمام ابن عبد البر، عودا مرة أخرى إلى الإمام الحافظ ابن عبد البر، يقول في كتاب الاستذكار المجلد الثاني صفحة 30 بعد 105، يقول وقالت فرقة، وقد قالت فرقة منتسبة إلى السنة إنه ينزل بذاته، في حديث النزول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فيستجيب فأستجيب له هل إلى آخره. يقول الإمام ابن عبد البر وقالت فرقة منتسبة إلى السنة إنه ينزل بذاته. يقول وهذا قول مهجور. لماذا مهجور؟ البعض يعلل فيقول، البعض من الناس اليوم يقول هذا لفظ لم يرد فنحن نتوقف عنه. لا، هو ليس، هو ينفيه ويقول عنه مهجور، ليس لأنه ورد أو لم يرد، لا، هو سبب الإمام الحافظ المحدث ابن عبد البر عنده سبب آخر في نفي هذا اللفظ. يقول لأنه تعالى ذكره ليس بمحل للحركات. لو قلنا بذاته إذن هو محل للحركة، إذن هو انتقال وزوال. يقول لأنه تعالى ذكره ليس بمحل للحركات ولا فيه شيء من علامات المخلوقات. إذن هو يقول لنا بأن الحركة، الحركة التي هي الانتقال والزوال، هذا علامة المخلوق. فلا يجوز أن نفسر اللفظ تفسيرا يؤدي إلى أن يقع الإنسان في التشبيه والتجسيم. وزاد الأمر وضوحا في كتاب التمهيد، النص السابق من كتاب الاستذكار، يقول في كتاب التمهيد في المجلد السابع صفحة 44 بعد 100، يقول عند ذكر حديث النزول وقال آخرون، في النص الذي سبق قالت فرقة منتسبة إلى السنة، في هذا النص يقول وقال آخرون ينزل بذاته. قال أبو عمر، من أبو عمر؟ هو نفسه أبو عمر بن عبد البر. قال أبو عمر ليس هذا بشيء، هذا القول لا قيمة له، ليس هذا بشيء عند أهل الفهم من أهل السنة. يقول ليس هذا بشيء عند أهل الفهم من أهل السنة. لماذا يا إمامنا تعيب هذا القول وتقول بأنه ليس بشيء؟ وليس بشيء عند من؟ عند أهل السنة. لماذا ليس بشيء عند أهل السنة؟ لماذا لا نقول ينزل بذاته؟ يقول لأنها، يقول لأن هذه كيفية، بمجرد أن تقول ينزل بذاته كيفت، جعلته جسما. لأن هذا كيفية وهم يفزعون، وهم يعني أهل السنة يفزعون منها. كيفية، لماذا يفزعون منها؟ علل بأنه ليس بذاته لأنها كيفية وأهل السنة يفزعون منها. طيب لماذا يفزعون منها؟ يعلل يقول لأنها، أعود فأقرأ النص، يقول لأن هذه كيفية، لأن هذه كيفية وهم يفزعون منها، لأنها يعني الكيفية لا تصلح إلا فيما يحاط به عيانا
وقد جل الله وتعالى عن ذلك. يا معشر الإخوة، أتريدون نصا أوضح من هذا؟ قفوا مع الإمام ابن عبد البر أيضا في قوله: وجاء ربك والملك صفا صفا. سبق وأن قلنا بأن المجيء قد أوله قبل الإمام ابن عبد البر من؟ الإمام أحمد بن حنبل، وأوله قبل الإمام أحمد الحسن وابن عباس. يقول ابن عبد البر في كتاب التمهيد في المجلد السابع صفحة 37 بعد 100 الأولى، قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. وليس، انتبهوا الآن، بدأ بالنفي الإمام ابن عبد البر، بدأ بالنفي. وليس مجيئه حركة، وليس مجيئه حركة ولا زوالا. لماذا يا ابن عبد البر تنفي هذه الألفاظ التي لم يرد بنفيها الكتاب والسنة؟ لأنها باطلة، ينفيها لأنها باطلة، وسيأتي لماذا ينفيها. هو كلما نفى ذكر العلة لماذا ينفي. يقول: وليس مجيئه حركة ولا زوالا، لأنه لو قلنا وجاء ربك وفهمناها بالمعنى المعهود في الخطاب، بالمعنى الظاهر في الخطاب العربي، مجيء الشيء أي انتقاله من المكان الذي كان فيه إلى المكان الذي سيذهب إليه، هذا المعنى. هذا يقول هذا المعنى باطل، إياك أيها السني أن تفهم هذا الفهم. وليس مجيئه حركة ولا زوالا ولا انتقالا. لماذا؟ قال: لأن ذلك إنما يكون، يعني إنما يكون المجيء بمعنى الحركة والانتقال والزوال، يقول: لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسما أو جوهرا، جسما أو جوهرا. طيب، وما هو رأيك أنت؟ قال: فلما ثبت أنه ليس بجسم ولا جوهر لم يجب أن يكون مجيئه حركة ولا نقلة. ولو اعتبرت، يقول لنا، يقول: لو فكرتم وتأملتم في قول القائل، يقول: ولو اعتبرت ذلك بقولهم جاءت فلان قيامته، جاءت قيامته، ما معنى جاءت؟ قال: وجاءه الموت وجاءه المرض وشبه ذلك مما هو موجود نازل به ولا مجيء، لبان لك وبالله العصمة والتوفيق. طيب، نحن الآن تكلمنا وقلنا بأن العلماء أولوا كثيرا من النصوص، علماء السلف أولوا كثيرا من النصوص. هل أنتم يا معشر أهل السنة الأشاعرة تفتحون باب التأويل على مصراعيه بلا ضابط ولا قيد ولا شرط ولا زمام ولا خطام؟ الجواب لا. هناك قواعد معروفة في هذا الجانب. يقول الإمام الآمدي الأصولي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، يقول: وإذا عرف معنى التأويل، بعد أن ذكر معنى التأويل قال: وإذا عرف معنى التأويل فهو مقبول معمول به إذا تحقق بشروطه، إذا تحقق بشروطه. ولم يزل علماء الأمصار في كل عصر من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى زماننا عاملين به، أي عاملين بالتأويل من غير نكير. ولهذا ذكر العلماء شروطا للتأويل تعود إلى المؤول وإلى المؤول، إلى المؤول وهو العالم الذي يتعاطى التأويل أي التفسير، أي صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بقرينة ودليل وحجة. هناك شروط في المؤول وشروط في النص المؤول، أن يكون اللفظ الذي تؤول إليه لفظا مقبولا محتملا. وهذا يدفع ما قلناه في بداية المجلس من أننا حين نفوض أي نؤول تأويلا إجماليا نصرف اللفظ عن المعنى الباطل ثم نمسك عن تعيين معنى من المعاني اللائقة. نحن عندما نفعل ذلك لا نجوز في عقولنا أن يكون معنى الرحمة معنى الانتقام، هذا غير وارد البتة. يقول الإمام الفخر فخر الدين الرازي في كتابه أساس التقديس، يقول: إذا كان لفظ الآية والخبر ظاهرا في معنى فإنما يجوز، هذا الإمام الرازي يقول لا يجوز أن نؤول دائما هكذا،
يقول فإنما يجوز لنا ترك ذلك فإنما يجوز لنا ترك ذلك الظاهر بدليل منفصل وإلا طبعا بدليل متصل يكون استثناء لا يكون تأويل وإلا لخرج الكلام عن أن يكون مفيدا ولخرج القرآن عن أن يكون حجة رجاء انتبهوا معي ولخرج القرآن عن أن يكون حجة. سمعت مرة أحد الفضلاء في دينهم وعبادتهم يقول لو قلنا بالتأويلات التي يقصد تأويلات أهل السنة الأشاعرة يقول لو قلنا بهذه التأويلات لكان للعبد أن يحتج على ربه يوم القيامة فلو أن ملكا قال لرعيته قوموا فقاموا اجلسوا فجلسوا اذهبوا فذهبوا تعالوا فجاءوا ثم قال لهم إنما أردت أن بقولي لكم قوموا أردت أن تجلسوا وعندما قلت لكم اجلسوا كان مقصودي أن قوموا ألا يكون هذا تضليلا لهؤلاء الناس كيف يعاقبهم وقد ضلل بهم. فهكذا لو فسرنا نصوص القرآن والسنة بالمعنى التأويلي لكان في ذلك تضليل للناس. طبعا هذا الكلام في حقيقته مضحك لأن هؤلاء الأئمة الذين شرحوا لنا الحديث ونرجع أنا وأنت وفلان إلى علومهم وإلى فقههم وإلى تفسيرهم وإلى شروح الحديث هؤلاء لا يقولون هذه الترهات إنما يفسرون اللفظ بما يحتمله من المعاني أيحتمل معنى قم أي اجلس هذا عبث هذا لا يقوله عالم لا يقوله الإمام المفوض النووي وابن حجر بيهقي والغزالي في كتاب إلجام العوام ولا يقوله الإمام الجويني في العقيدة النظامية من أين أتيتم بهذا؟ من قال لكم أن سادة أهل المعقول والمنقول أئمة الدنيا عباقرة العلم السادة الأشاعرة يقولون بمثل هذه الترهات أنهم يقولون عندما يقولون بالتأويل أنهم يستعملوا لفظا لا يحتمله اللفظ معنى لا يحتمله اللفظ بحال من قال هذا؟ أقول لهؤلاء جميعا تبصروا اعرفوا الشيء قبل أن تقبلوه أو ترفضوه طالعوا مذاهب العلماء هذا الاحتمال الذي تضعه أنت أيها الشخص الفاضل احتمال باطل لا معنى له لم يقله عالم من العلماء إلا عند التأويلات الباطنية والذين يأتون بمعاني باطلة مرج البحرين يلتقيان الحسن والحسين أو علي وفاطمة هذه معاني باطلة لا يقبلها العربي وليست داخلة في لسانهم هذه هي التأويلات الباطلة التي لا معنى لها. أما تفسيرات أهل السنة الذين كتبهم تطفح بها مكتباتنا هم المفسرون هم المحدثون هم الفقهاء هم الأصوليون لا يقولون هذه الترهات فإذا لا بد أن يكون لللفظ معنى. سبق أن قلت لكم أو نقلت لكم كلام الإمام النووي في أول المجلس عندما ذكر المقصود بالتفويض ذكر المذهب الثاني قال والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف قال وجماعات من السلف ونحن قد سردنا لكم عشرات المواضع التي فيها تأويل من السلف. يقول ومذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها. يقول الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله وهو يتكلم عن الصفات يقول بأن فيها طريقتان للعلماء يقول أحدها أو ثلاثة مذاهب يقول هناك ثلاثة مذاهب يقول أحدها أنه لا مدخل للتأويل فيها بل تجرى على ظاهرها ولا تؤول شيئا منها وهم المشبهة
هذا المذهب الذي يجريها على ظاهرها من هم؟ المشبهة. هذا كلام ابن عبد الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن. وقال مثله الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن. وقال مثله الشوكاني في كتاب إرشاد الفحول في علم الأصول. وأن الذي يجري على ظاهره، وهذا طبعا قول جماعات كثيرة من المتقدمين، من أرادها فليبحث عنها، هنا موجود عشرات الأقوال التي تنص على ذلك. ما الجامع بين مذهب السلف والخلف؟ الجامع صرف اللفظ عن ظاهره غير اللائق. إن كان له ظاهر غير لائق صرف عنه. يقول ملا علي القاري الحنفي قال: والحاصل أن السلف والخلف مؤولون، السلف والخلف مؤولون لإجماعهم. هذا إمام، هذا ليس بائع طماطم في السوق، هذا إمام عالم محدث فقيه أصولي. يقول: والحاصل أن السلف والخلف، وليس كلامه فقط كما قلت لكم، كلام جماعات كبيرة من الأئمة من السابقين، يقول: والحاصل أن السلف والخلف مؤولون. لماذا مؤولون؟ قال: لإجماعهم على صرف اللفظ عن ظاهره. ولكن تأويل السلف إجمالي، قالوا: ليس المراد به الجارحة. طيب ما المراد؟ قالوا: نمسك. فصرفوا صرفا إجماليا، أولوا تأويلا إجماليا. والخلف وافقوا السلف، قالوا: ليس المراد به الجارحة. ما المعنى؟ قالوا: القدرة، في هذا الموضع القدرة، في هذا الموضع الأليق به السياق يدل على أن المراد بكلمة اليد هنا ليست القدرة وإنما النعمة، وهكذا بحسب السياقات. يقول: وتأويل الخلف تفصيلي. شوفوا سطر واحد أو سطرين، سطران عجيبان، والله والله سطران عجيبان. يقول: وتأويل الخلف تفصيلي. لماذا؟ قال: لاضطرارهم إليه، لكثرة المبتدعين، لكثرة المبتدعين. يقول الطاهر بن عاشور، يقول: لا خلاف في إعمال قوله تعالى، في إعمال قوله عز وجل: ليس كمثله شيء، وأنه لا شبيه له ولا نظير له. وإذ قد اتفقنا، يقول: وإذ قد اتفقنا على هذا الأصل، لم يبق خلاف في تأويل النصوص الموهمة للتشبيه، الموهمة التشبيه، إلا أن تأويل سلفنا كان تأويلا جمليا، وتأويل خلفهم كان تأويلا تفصيليا. أنا أعرف أني أطلت عليكم وأعرف أني أتعبتكم، لكن أختم بهذا النص للإمام ابن عساكر في كتابه العظيم المفيد تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. يقول: فإذا وجدوا، يعني الأشاعرة، يقول: فإذا وجدوا من يقول بالتجسيم أو التكييف من المجسمة والمشبهة، ولقوا، يعني وجدوا، من يصفه بصفات المحدثات من القائلين بالحدود والجهة، فحينئذ، يعني الأشاعرة، فحينئذ يسلكون طريق التأويل ويثبتون تنزيهه، أي جل جلاله وتعالى في علاه، ويثبتون تنزيهه بأوضح الدليل، ويبالغون في إثبات التقديس له والتنزيه، خوفا من وقوع من لا يعلم في ظلم التشبيه. فإذا أمنوا، خلاص دفعت البدعة وشوفي المريض وأعطيناه الجرعة والعلاج، قال: فإذا أمنوا من ذلك رأوا أن السكوت أسلم وترك الخوض، أن السكوت أسلم وترك الخوض في التأويل إلا عند الحاجة أحزم، وترك الخوض في التأويل إلا عند الحاجة أحزم. فكذلك الموحد، يقول: فكذلك الموحد ما دام سالكا محجة التنزيه، آمنا في عقده، يعني في عقيدته، من ركوب لجة التشبيه، فهو غير محتاج إلى الخوض في التأويل، فهو غير محتاج إلى الخوض في التأويل لسلامة عقيدته من الشبه والأباطيل.
فأما إذا تكدر صفاء عقده بكدورة التكييف والتمثيل فلا بد من تصفية قلبه من الكدر بمصفاة التأويل وترويق ذهنه برواق الدليل لتسلم عقيدته من التشبيه والتعطيل. والله نص ذهبي، نص ذهبي. أرجو أن يكون قد اتضح بما سبق منهج أهل الحق والسنة من السلف والخلف، وأنه لا خلاف بين المتقدمين والمتأخرين، وأن قول الإمام اللقاني في جوهرة التوحيد وكل نص أوهم التشبيه، وقلنا قبلا بأن إيهام التشبيه إنما هو بسبب تقصير المكلف لا بسبب أن النص لم تقم به قرينة صارفة عن المعنى الباطل. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فلا خلاف بين السلف والخلف، وليس الخلاف بينهما اختلاف مذاهب وحقائق، بل اختلاف طرائق. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقذف في قلوبنا تعظيمك وإجلالك وتنزيهك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، واجعل الحق سائدا بين عبادك يا رب العالمين. ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ادفع عنهم الشبه والضلالات والأعداء والخصوم والأحقاد والفتن والبلايا ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك التوفيق والهدى والسداد والرشاد يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه البلدة آمنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنزل رحمتك وألطافك بشامنا ويمننا وعراقنا ومصرنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم اقبل دعاءنا واسمع نداءنا بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبحرمة الفاتحة.